حيوانات بتتجمد حرفيا، العربيات التلج مغطيها ومش قادرين يمشوا بيها، ان الرئيس الامريكي طلع واعلن حالة الطوارئ في كل الولايات الامريكية بسبب العاصفة. وارد جدا نكون في نهاية الزمان، وارد جدا دي تكون علامة من علامات الساعة. المهم الراجل ده بمجرد لما دخل الغرفة فضل يشرب خمرة لحد ما غاب عن الوعي. لما صحى الصبح لقى تلات رجالة معاه في السرير في اوضاع خارجة. المشكلة هنا بقى ان المخابرات الروسية كانت مصورة كل اللي بيحصل ده، قالت ان المقر اللي اقتحمته قوات الامن الجزائرية ده هو اخر مقر اعلامي للمغرب داخل الاراضي الجزائرية. اتكلمت مع حضراتكم في اكتر من حلقة وقلت اللي توجه الدول الغربية دلوقتي هو استغلال بعض المنابر العربية للهجوم على الدين الاسلامي والدول العربية، وفي مقابل الهجوم ده بياخدوا تمويل خارجي عشان ينفذوا اجندات باينه. صحيفه مغربيه بتفتح النار على لعيبه المنتخب المغربي وبتوصفهم ان هم بينتموا للسلفيين وللجماعات الارهابيه، وقوات الامن الجزائريه بتلقي القبض على رئيس قناه فضائيه مغربيه داخل الاراضي الجزائريه في ظروف غامضه، ووثائق سريه مسربه من المخابرات البريطانيه بتكشف مخطط دعم الدول الاوروبيه لجماعات المين. والسؤال اللي بيطرح نفسه على الساحه هو اللي بيحصل في أمريكا وفرنسا، هل ده غضب من ربنا؟ هل دي إشارة لنهاية العالم؟ بس قبل ما نبدأ كلام في حلقة النهاردة بطلب من كل أخ وأخت بيتفرجوا عليا يوقفوا مقطع الفيديو، ينزلوا يدوسوا لايك ويعملوا شير على مواقع التواصل الاجتماعي عشان الرسالة اللي عايزين نوصلها من الفيديو توصل لأكبر عدد من الناس. علشان ما طولش على حضراتكم يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. طبعا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده بخصوص الأزمة اللي بين الشعب المغربي والشعب الجزائري، وقلت لحضراتكم اللي انا بكن كل الاحترام والتقدير للشعبين لان هم فعلا قريبين من قلبي. لكن الخبر اللي معنا النهاردة هو خبر غريب شوية وبيطرح تساؤلات كتير. اكيد حضراتكم عارفين لأي دولة عربية بيبقى ليها مقر اذاعي في كل الدول عشان ينقلوا الاحداث من قلب الحدث. المهم مقر الاذاعة المغربية اتفاجئوا بمجموعة من الناس لابسين لبس مدني بيقتحموا مقر الاذاعة وبيقبضوا على رئيس الاذاعة وبيخرجوه والحديد في ايديه. الغريب هنا اللي نقل الخبر ده هو الصحافة المغربية، وقالت ان المقر اللي اقتحمته قوات الامن الجزائرية ده هو اخر مقر اعلامي للمغرب داخل الاراضي الجزائرية. والملفت للنظر هنا ان البيان الصحفي ده ما وضح سبب اعتقال مدير القناة ايه او ليه هجموا القناة، وهل الموضوع ده مرتبط بمشكلة الصحراء ولا لا. بس هرجع واقول مرة تانية ان الشعب المغربي والشعب الجزائري اخوة في وطن عربي واحد، واعتقد ان هم هيوصلوا لاتفاق ويحلوا كل المشاكل دي بدون اي تدخل غربي، لان سواء فرنسا او بريطانيا او اي دولة اوروبية هدفها ان هم يشعلوا الازمة مش يحلوا الازمة. واللي اكد كلام يا جماعة ان لاعب زي زكريا ابو خلال لقينا صحيفة من ارض المغرب طالعة بتفتح عليه النار عشان كان بيسجد احتفالا بالهدف اللي سجله في كاس العالم، وبدأ يقول اللي هو تبع جماعات السنة وتبع الجماعات الارهابية وكلام من هذا القبيل ويشوهوا كل صورة اللعيبة المغاربة، وده اللي خلى القضاء المغربي يطلع يدافع عن لعيبة المغرب ويقول اللي اي حد هيشهر بلعيبة المغرب هيتعرض للمساءلة القانونية. وده بقى ينقلني للخبر التاني معانا في حلقة النهاردة وبخصوص التسريبات اللي طلعت من المخابرات البريطانية، وتحديدا لما كشفت السر ليه الدول الغربية كلها بتدعم جماعات المين. المخابرات البريطانية افرجت عن وثائق بتأكد ان كان في جاسوس جندته المخابرات الروسية ضد بريطانيا. طب قصة الجاسوس ده ايه وجندته ازاي وايه علاقته بجماعات المين والكلام اللي انا بقوله ده؟ الجاسوس ده جماعة كان مسؤول في السفارة البريطانية في دولة روسيا، وكان اسمه جون ويليام كريستوفر. الراجل ده بيقول اللي هو كان موظف في السفارة وبدأ يتعرف على بعض الروس اللي كانوا بيترددوا على السفارة. المهم اتعرف على واحد واتفقوا اللي هم هيروحوا في مطعم مجاور للسفارة في غرفة سرية ويسكروا مع بعض ويسهروا مع بعض. المهم الراجل ده بمجرد لما دخل الغرفة فضل يشرب خمرة لحد ما غاب عن الوعي. لما صحى الصبح لقى تلات رجالة معاه في السرير في أوضاع خارجة، وأكيد حضراتكم فاهمين أنا أقصد تحديدا. المشكلة هنا بقى إن المخابرات الروسية كانت مصورة كل اللي بيحصل ده مع جون، وبدأت تبتزه وتهدده وتقول له اللي احنا هنبعت الكلام ده للمسؤولين في دولة بريطانيا. فالراجل خاف فبدأوا يعرفوه على ضابط مخابرات تاني روسي وعمل برضه معاه علاقة وصوروه. فاضطر مسؤول السفارة البريطانية ان هو يقول لهم كل الأسرار ويسرب لهم كل الوثائق اللي بتحصل جوه السفارة للمخابرات الروسية. تقريبا نفس فكرة عملية الكنترول اللي كانت بتحصل في مصر أيام رئيس المخابرات صلاح نصر. بس السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، المفروض لو انا عايز استدرج راجل
مش المفروض ان انا ابعت له ست تبدا تغريه وبعد كده تستدرجه؟ ازاي بقى راجل يقنع راجل تاني ان هو يعمل علاقه معاه؟ والاغرب من كل ده هي التقارير السريه المسربه دي، ايه اللي طلعها في التوقيت ده تحديدا؟ اللي طلع التقارير دي تحديدا او سربها في التوقيت ده جماعه هو نوع من الدعم لجماعات الميم. طب هتقولوا لي ازاي؟ ببساطه كده يا جماعه، بريطانيا في وقت من الاوقات كانت بتجرم الموضوع ده. فدلوقتي بريطانيا وفرنسا وكتير من الدول بتدعم الجماعات دي. مش بس كده، الجماعات دي بقى ليها نفوذ اللي هي تبقى صاحب القرار في الدول دي. فلما طلع وثيقه زي دي وسربها للراي العام، يبقى انا بقول ان الناس دي موجوده من زمان ومش لسه طالعين على الساحه جديد. مش بس كده، ان مخابرات الدول كانت بتستغلهم في وقت من الاوقات، يعني الناس دي ليهم اهميه كبيره، وده ببساطه السبب في تسريب معلومات زي دي. نيجي بقى للسؤال اللي شاغل الراي العام على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هو اللي بيحصل في امريكا وفرنسا. ببساطه كده يا جماعه، امريكا تعرضت لعاصفه تعتبر الاولى من نوعها في الالفيه الجديده، بمعنى ان سكان امريكا بيقولوا ان الموضوع ده او العاصفه دي ما بتجيش الا مره في كل جيل. الغريب هنا يا جماعه ان الصور والفيديوهات اللي اتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحسوا ان احنا في نهايه العالم، حيوانات بتتجمد حرفيا، العربيات التلج مغطيها ومش قادرين يمشوا بيها، كل رحلات الطيران في امريكا وقفت. والاغرب من كل ده ان الرئيس الامريكي طلع واعلن حاله الطوارئ في كل الولايات الامريكيه بسبب العاصفه دي. الاغرب بقى من كل ده يا جماعه، اللي في نفس التوقيت نلاقي دوله زي دوله فرنسا بتعلن إصابة 500,000 إنسان بفيروس كورونا. السؤال اللي بيطرح نفسه على الساحة، هل ده عقاب من ربنا؟ هل اللي بيحصل عندهم ده جند من جنود الله علشان يعرفوا حجمهم الحقيقي ويرجعوا لربنا مرة تانية؟ اللي أنا أعتقد إن الناس دي عمرهم ما يرجعوا لربنا مرة تانية، لكن أنا بعرض لحضراتكم تقرير صحفي زي ده أو معلومات زي دي عشان نتعظ من المشاهد اللي احنا بنشوفها. بصوا حواليكم يا جماعة، وارد جدا نكون في نهاية الزمان، وارد جدا دي تكون علامة من علامات الساعة. كل الدول اللي اجتمعت علينا عشان تضرب القيم والثوابت داخل المجتمعات العربية وهي القرآن والسنة، ربنا ورانا فيهم آية من آيات. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وده كان آخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم ايه اللي يخلي القوات الجزائرية تقتحم مقر قناة مغربية وتعتقل مدير القناة دي؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.